أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو القصير. اسمي كمال فخر الدين، مستشار أكاديمي في شركة ووتن ميفلين هاركورت، والتي تقدم لكم كل الحلول الأكاديمية من ضمنها موقع التعلم والتعليم في Global Learning Platform. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم كيف يمكنك كمدرس الولوج إلى تقرير طالب معين على موقع GLP. يمكن للمدرس الولوج إلى تقرير أي طالب من خلال الضغط على كلمة Reports، أي التقارير. بعد ذلك يتمكن المدرس من خلال صفحة التقارير من استخدام خيارات التصفية الموجودة في أعلى الشاشة. يبحث المدرس عن اسم الطالب الذي يريد الحصول على تقريره الكامل. كما ترون أمامكم، اخترت اسم أحد الطلبة وقد قام الموقع بتصفية التقارير، والآن يمكنني مراجعة كامل تقرير هذا الطالب في كافة التقييمات التي أنجزها على الموقع. يظهر لي الرسم التبييني الدائري الموجود على يسار الشاشة مستوى الطالب، وهنا الطالب جمال قد صنفه الموقع بأنه على المستوى مع معدل 68%. أما البيان الذي على يمين الشاشة فيظهر الوقت الذي استخدمه الطالب في كل تقييم ومعدل الصف كاملا في هذا التقييم المحدد. أما الجدول الموجود أسفل الصفحة، هذا الجدول يظهر درجات الطالب في كل تقييم قد أنجزه، ويمكن ملاحظة استخدامنا للألوان كرموز تسهل على المدرس تصفية درجات الطالب في كل تقييم. كما يمكن للمدرس أن يختار تقرير تقييم معين باستخدام خيارات التصفية الموجودة في أعلى الصفحة، أو من خلال الضغط على كلمة Select، أي اختيار، تحت عنوان كل تقرير موجود في الرسم البياني أسفل الصفحة، لكي يتمكن بعدها من الولوج إلى التقييم الذي اختاره ومراجعة إجابات الطالب. إذن يستطيع المدرس من خلال موقع GLP من الولوج إلى كامل التقارير المتوفرة على الموقع، وكما شاهدتم بسهولة تامة. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو وأراكم لاحقا. Thank you for watching. Make sure to subscribe to the HMH International Content Cares YouTube channel. If you're looking for more content, click on the video to the right of your screen. Welcome to our global community.